مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا في هذا الشهر نتكلم عن الانفصال بكل أشكاله، وخصوصا الانفصال عن المصادر الطاقية المؤذية. واليوم نبغى نتكلم عن الانفصال الزمكاني، ونشرح نتعمق فيه شوي ونستفيد من هذا الموضوع. وعندنا جلسة الطلاق، وعندنا جلسة التعلق موجودة الآن على الموقع sumo369.net. اللي يمر بمرحلة انفصال يستطيع أن يستعين بجلسة التعلق للرجال والنساء، أو يمر بمرحلة طلاق يستطيع أن يستفيد من جلسة الطلاق. جلسة الطلاق هي مش عشان، يعني أنا ما راح أقرر بالنيابة عنك، إذا كنت بتحضر عشان تسمع رأيي في موضوع الطلاق أنا ما راح أقرر عنك، أنا بس أعطيك الطريقة اللي تكتشف فيها اللي جواتك، اللي تعرف الطريق المناسب بالنسبة لك. أما جلسة التعلق لا، فأنا أساعدك على أنك يعني تتحرر من الشخص الآخر بس بدون انفصال. وإذا كنت تريد الطلاق فأنا أقترح أنك تنفصل عن الشخص أو تقطع التعلق قبل ما تنفصل حقيقة، بمعنى أنه أنك تفك التعلق، أنك تكون متحرر داخليا من هذا الشخص، بعدين تتخذ خطوة الطلاق، أنك ما تنتقل مباشرة لخطوة الطلاق. وأذكركم لكل أصدقائي رجال والنساء اللي اشتركوا في الكورسات واللي ما اشتركوا، عندنا خلفية الجوال موجودة في حسابي على تويتر مثبتة. خلفية الجوال هذه حتى تذكرنا بنيتنا لهذا الشهر التحرر أو الانفصال عن الطاقات السلبية، المصادر الطاقية المؤذية. في بعض الأشخاص قالوا طيب نبغى يعني ننفصل عن المصادر الطاقية بس مو شرط أنها مؤذية، أو إذا أنت في هذا المستوى سواها، إذا أنت في هذا المستوى سواها. طيب خلونا شوي ندردش عن موضوع الانفصال الزمكاني، وبعدين ناخذ أسئلة على موضوعنا. إيش نقصد بالانفصال الزمكاني؟ نقصد فيه الانفصال عن الزمن أو الانفصال عن المكان. وزي ما اتفقنا من يوم بدأنا هذا الشهر تكلمنا عن هذا الموضوع، إنه الانفصال عن المصادر الطاقية يطور روحك، يطور روحك سواء كانت هذه المصادر جيدة أو سيئة. بشكل عام الانفصال عن المصادر الطاقية هو تطوير، هي رحلة تطوير. يعني أنت إذا كنت في التطوير واحد، بعد ما تنفصل عن المصدر الطاقي راح تكون يعني يمكن خمسة، يعني راح تقفز قفزة كبيرة بعد ما تنفصل عن مصادرك الطاقية. فما بالك إذا كانت مصادر طاقية مؤذية، يعني أنت كثير تطورت، كثير قفزت تكون. فهذه يعني كل ما انفصلت عن المصادر الطاقية في الخارج، كل ما انفصلت عن هذول اللي في الخارج، كل ما استفدت وتطورت. الآن خلنا نشوف على مستوى الزمان والمكان، إلى أي درجة انفصالك عن الزمان أو عن المكان ممكن يفيدك أو ممكن يضرك. خلنا نقول مثلا شخص قرر أنه يقول والله هذا المكان مو مناسبني، أنا مش منسجم مع هذا المكان ما يصلح لي، أحس هذا المكان مو مكاني، فقرر أنه هو ينتقل لمكان آخر. في الغالب هذا الانفصال المكاني، هذا الانفصال في المكان يطور الإنسان في الغالب، هذا الأساس أنه يطور الإنسان، وخصوصا يطور الجسد المادي والجسد الفكري. بمعنى أنه خلنا نقول مثلا أنت انتقلت عند مثلا عرق آخر، جنس آخر، انتقلت لجبل وكنت في سهل، انتقلت لصحراء وكنت في جبل، كل هذه راح تطور الجسد المادي وراح تطور الجسد الفكري، لأنك راح تتعرف على ثقافة أخرى، راح تتعرف على أفكار جديدة، راح وأيضا الجسد خصوصا موضوع مثل الفيروسات لأنه كل مجموعة عندهم فيروساتهم الخاصة وعندهم مشاكلهم الخاصة. فكل ما كنت انت يعني زي ما نقول رحت اكثر من مكان، كل ما كان عندك قوة اكثر مادية.
لكن نماذج واقعية غيرت مكانها وفشلت وتدمرت، مثل بالضبط لما شخص يقرر الطلاق ويتدمر. هل ممكن شخص يقرر الطلاق من مصدر طاقي مؤذي ويتدمر؟ نعم، بدون أدنى شك، بدون أدنى شك. يعني واحدة ممكن تجيني تقول أنا زوجي مؤذي، بهذل فيني، جلدني، ضربني، وإني قررت أطلق ومشيت كذا، يعني فجأة قررت أنها تطلق ومشت، ما عندها وظيفة، ما عندها شغل، ما عندها أهل، ما عندها ولا شيء. يعني هل ممكن تتدمر؟ احتمال كبير تتدمر، احتمال كبير تتدمر. تقول لا بس هي انفصلت عن مصدر طاقي مؤذي، أقولك صحيح، بس في طريقة للانفصال أيضا عن مصدر الطاقي المؤذي، كذلك في طريقة للانفصال عن المكان. ما المفروض انك تقول والله انا المكان ما يناسبني خلاص انا بضف شنطتي وامشي؟ لا لا، الموضوع مو بهالبساطة هذه، مو بهالسهولة هذه، مو سهل انك اصلا انت بس تضف عفشك وتنتقل من مكان لمكان. مو سهل الموضوع، وخصوصا انه اصلا قد يكون الامر مرتبط ايضا باختباراتك في الحياة ورسائلك في الاماكن اللي انت تتواجد فيها وأدوارك ومسؤولياتك في كل مكان أنت تتواجد فيه. لذلك في أشخاص انتقلوا لمكان آخر وتدمروا تماماً، تدمروا تماماً تماماً. يعني في شخص انتقل لمكان آخر، جاء اكتئاب، ما قدر يتعرف على الناس اللي في المكان الجديد، ما قدر يأكل من أكلهم، مرض جديد هو ما يعرف هو إيش، وجسمه ما تحمل هذا المرض. ممكن تأذى مادياً، ممكن تأذى مشاعرياً. كي لابد أني أعرف أنه انفصال مكاني صحيح يطورني، لكن يبغالي اني انا اكون مستعد لهذا الانفصال. خلنا نشوف الانفصال الزماني، انفصال عن الزمن. الاساس انك انت اغلب الوقت تكون موجود في الزمن اللي انت فيه، يعني متصل مع هذا الزمن ومنسجم مع هذا الزمن. ممكن سمعت بعض الناس يقولك انا احس اني مولود في الزمن الغلط، انا احس اني ما هو هذا الزمن حقي، لا في غلط في الموضوع. هذا الشخص هو مو قادر ينسجم مع هذه النسخة اللي موجودة حاليا في هذه التجربة الواقعية الحالية، يعني ما زال متعلق بشيء، يعني يمكن في الجسد الأثيري، يمكن قصة، يمكن فيلم شافها في التلفزيون يوم من الأيام، يعني مو أكيد حتى إذا هذه القصة موجودة أو مش موجودة. مرات لما أنت تكون ترسب، طيب، او مثلا تفكر في فكرة كثير كثير رائعة وممتعة، او مثلا تخيط، يعني تسوي موهبة من مواهب كذا، فجأة ترن الساعة انه الساعة صارت 12 بالليل، بتقول واو ما انتبهت انا من الساعة 8 وانا قاعد ارسم، واو شلون انا انفصلت عن الزمن كذا، شلون وين انا رحت؟ معقولة الساعة 8 ما انتبهت الوقت، ما تعشيت، ما كلمت مدري مين، ما شيكت على مدري مين، ما رحت اشوف عيالي، ما واو انا شو الانفصال اللي انا سويته. فمثل هذا الانفصال اللي من خلاله يكون التدفق، واللي حضر معانا كورس شفرة كاليوبي يعرف كيف الإبداع يكون، ولحظات الإبداع تكون كثير، يطور الإنسان مثل هذه اللحظات، كثير تطور الإنسان، كثير تقفز بالإنسان من مرحلة إلى أخرى. على فكرة بعض الأشخاص حصلت لهم قفزات في الوعي فقط من خلال هذا الانفصال الزماني، تخيل، لكن كانت في زي ما نقول الوقت الصح وبالطريقة الصحيحة، واستطاع انهم يعني يتصلون مع وعيهم وينفصلون عن كل شيء اخر بما فيها الزمن. هذا نموذج للانفصال الزماني، وهو ومرات الناس يفعلونها قصدا عشان يوصلون لها، يعني مثلا يسوون مديتيشن، يسوون تامل، يحاولون يدخلون في موجه لما ينفصلون عن الزمن. لما فجأة الواحد يقول واو الساعة 4 ما انتبهت انا من الساعة 2 وانا قاعد اسوي، احس مر علينا 10 دقائق او
يعني ما حسيت بالوقت، ما انتبهت للوقت، وهذا كله بقصد انهم هم يصلون لهذه المرحلة انهم ينفصلون عن زمن التالي يتصلون تماما مع غيره. لذلك في النهاية راح تجد الفكرة اللي انا احاول اوضحها اكثر واوضحها اكثر واوضحها اكثر من اول ما بدينا، انه فكرة الانفصال عن المصادر الخارجية هذه كلها تجعلك تتصل اكثر مع الداخل، وفكرة الانفصال عن الشيء الغلط يجعلك تتصل مع الشيء الصحيح. الانفصال الزماني